شنو بع صافي بدا هو عبد الخسيك انت زيد 7 شهور ولا 9 شهور انا 11 شنو 11 11 شهر الله يبارك بارك فيك وين هذيك اسمع مرات ما بانش اليوم ما اختي خرج اش باغي غير الخير ومرات تقدر تقول ما تقوليش القلب لا لا سكر بيت الشر اتونسيون لا ما لا وشنو وجود حب حب سي نورمال وقته وشنو دوك فهم تحب حب واش ربي سلامات شت دقيقه برك واش سلامات ها قول سلامات اش تخرجني كيش تقدر تقعد بيدك انا قلت وخلى الطفل تردت عليه كاع اي تسمى راه غير عيان برك نقدر نشوفه تشوفو ما تقدرش علاش فعلا ما نقدرش الا حبيت تريسكي بروحك دبر راسك علاش ها هو الريسكي تخلعني ناكل الريسكي ها راه وليدي هذا الوليد اللي الواحد اللي قربو اي راه يحبب يحبب واش هذا يحبب واش راه يوجع فيك يا بنتي واش راكي حاسه شنو انا برك ما يوجع فيها والو نروح نشوي لك شويه لحم مانيش حابه كاش خبر على سعد سمعت باللي جابوا له طبيب وحارف الحاله تاعو والله غير غاضني ما نحبوش بصح غاضني صغير وجاي للدنيا ولات لك الروح المرض واحد ما يتمنهش حتى لعدوه والله غير في صلاتي راني ندعي له ان شاء الله ربي يخفف عليه خلاص دوكا راحي راهي شوي لي شويه لحم ما عليه دوك نروح نشوي لك تنساش ديري فلفل الكحل والملح دوك نشي صح دوكا واش بك غير تبكي واش بك خليني يا جارتي مانيش مليحه واش كاين احكي لي احكي لي واش كاين يا جارتي كان بالك بلي ساعدو ربيت عليه الكبده كيما وليدي ولا اكثر هاد الايامات موش عجبلي جاب لي ربي به العين البارح باباه ما خلاوين يديه داه بسيكولوج داه البيداغوج داه الاركيولوج قالوا لنا ما به والو دخل عليا غير اللوغ 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 وعلاه ما تدوش للراقيلوغ سمعي انا حت الحمام وسمعت سمعها دوك ما نعرفها الا صح ولا كذب قالوا لي ما تسامي دارت له السحر لاخاتش بنتها مازالها جده فيه ولا لا حبات وسقها لفرنسا باش زوجها مع وليد عمها سكتي لا تسمعني يا بنتي شفتوها انتوما باش تهضروا ان بعض الظن اثم حرام عليكم يما تساميه وين تتلاقى ساعدو حتى دير له السحور ما كاش دخان بلا نار حكاو لي قالوا لي درتو له في السردين يا حنه ساعدو ياكل سردين ساعدو ياكل لونغوستين انا نخليك باي اوف وما هذاك القط اللي قلو بيطاري لوك ما تخمش يا سي عمر انا اللي فريها لك يا ودي الطبيب وما فريهاش سبحان الله العظيم كيف راح تفريها انت يرحم والديك وقول لي كيف اللي ما تسيبوش في البحر سيبو في الوادي يا سي عارف الوادي والله ستي سامحني يا السلام عليكم استنى عمر
ريح. انا نعرف واحد المراه يسقولها ميس زوينه، عندها حكمه ربانيه، فهمت؟ انا تدي لي وليدي تروح للسحارة. انا لا لا، ما هي السحارة هذيك، يقول لك ما كاش لي راح ليها وما رداتوش. انا المهم وليدي يبرع، فهمت؟ كبت سعد وليدنا كاع نحبوه، فهمت؟ ومرة خاطيها شعوذة، فهمت؟ وين جاي هذه المرة يا سيدي؟ نروحوا نجربوها. وين جاية؟ ما تكونش بعيد، تكون غير هنايا، هذا ما كان. تحب نروحوا ليها؟ يلا نروحوا ليها. وانت جربت عندها ولا واش؟ رحت ليها خطا. ايه فهمت، شافتني هكذا قالت لي اوه سا سيتي جون. كيف عندك بوسة فايرو؟ لا لا، ها كان عندي الجريلو الكفار على بالي. ايه ايه الموفيسا. الموفيسا ايه، قول لي قول لي. عطات لي جوج ورقات تاع لاتايا هذا، قالت لي ديرهم تحت راسك. ايه درتهم تحت راسي، والله ما زاد دار بيا الحمد لله الوسواس. على هذيك اللي قلت لك نديك ليها. ايه واش هي على بالك كي نروحوا كاش قهوه؟ ايه ايه فهمتني. كيف كاش قهوه؟ واش كاش قهوه؟ واش هذا؟ واش هذا الهضره اساسي؟ سكم روحك نمشي بيوت. ساسي. اوه لا لا ميس زوينه، واش راكي؟ بخير. واش راك مبوس فاير؟ ابريت والحمد لله، ولكن جيتك في مهمه واحده اخرى. الخيار يمر، الدلاعي مر، الخشف يمر، كون نكملوا هكذا واقيلا نعودوا ناكلوا نجاره. حقا سعد القط قال لك راه مريض قراض. صح، سمعت بيه انا بلي راه مريض. صلى الله بلاصتو راهي تخص في الحومه. انا نقول لك صح، توحشتو والله. لا توحشتو يا، قلت لك راه مريض، ما قلتلكش بلاصتو اللي تخص. انا لو كان ما جاش المرض الله عليه قلبو تهنينا منه. يا ودي الراجل راه في الفراش مريض، موش في الخارج يا عبد الله. انا ولا لا غاضني لي؟ انا ما غاضنيش والله، غير قسم لي قلبي وش هو ندي قوتيك عودي نكز تقول جراده. نقول لك حاجه يا عبد الله، انت قلبك مليح، بصح واش ني عندك لسانك طويل يا عبد الله. كيفاه؟ قلبك ابيض، على ما نديروش الواجب نروحو نطلعو عليه. والله غير عندك الحق، الله يلعنك ويخزيك الشيطان، هذا صاحبنا وخونا، نروحو نطلعو عليه. بصح كيف نروحو بيدينا؟ ولا يا صاحبي روح للهان كش ما تقضي له نديولو معانا. كيف عبد الله ثاني انا نقضي له؟ انا ثاني نديلو القضيان. يا انت اللي غاضك، انا رايح ندير الواجب برك. هيا نوض تحرك. هو اليوم راهي خير من البارح؟ اليوم لا لا راهي خير. سمعت باللي القط راهو مريض وما ظنيتوش يسلك، ما عرفوش كاع المرض تاعو، لازم نروحو نطلعو عليه. نجي معاكم. سمعتي القط ولا درت الروح؟ دوك عرفت مرضك يا مصيبه. رقدي رقدي قلت لك ما ديرش عليها، زياره المريض واجب. القط عنده سبع رواح وما تخافيش ما يصرى له والو، وما يسخص حتى واحد يجي يزورو. فهمتي؟ رقدي قلت لك رقدي. اسكتي رقدي. الله يخي مصيبة. مرحبا بكم. يبارك فيك عايشك، يعطيك الصحة مدام. تفضلوا. سي ساسي واش راك؟ الحمد لله، من نهار اللي عطيتي لي هذاك الدواء صبت روحي عليه. الحمد لله. واش هي جبت لك حبيبي وصديقي هو اللي يفهمك. واش بيك غير الخير؟ مشينا يا مدام، وليدي المغبون راه مريض، وجبت له طبيب ما قدر يدير له والو. يا واش بيه؟ عنده حاشاك واحد الحبر ويخرج له. وين الحب هذا؟ يخرج له في كاع ذاته، سبحان الله العظيم. واش نقول لك؟ سطره، ظهره، ذراعتيه، كرعيه. يا لطيف. شحال في عمره؟ عنده 28 سنه. انا عمي. متزوج؟ لا لا ماشي متزوج، مازال ما كتبش المكتوب. كاينه برك وحده جارتنا خطبها بصح ما ليها ما حبوش يعطوها له مكتوب. اوه عنده بزاف الحالات هادي. عنده واحد اليومين برك. انا ما نهضركش، نهضرك على هادي الجاره بنت جارتكم هادي. ايه يعرفها ملي كان صغير، كابرين كيف كيف الحقيقه. انا عمي. وليدك باش يبرى
تلزم له واحد العشبة. ياه. ايه واشي هو صعيبة باش تجيبوها. على جال كايف زود يعسوا عليها. ايه الليل والنهار. واللي يجيبها لازم له يكون عنده كوراج كبير وما يخافش. انا نقدر ندير المستحيل على جال وليدي بايبرا، فهمتي؟ ماذا بيا لو كان توري لي بركة العشبة وين نلقاها وانا ضبر راسي. دوق نوري لك. شوف انا الدويره هذه هذوك يعني زعما العساسين. ايه هذو ايه كاين. شوف الدويره هذه نعم زوج راهم يعسوا عليها. ايه والعشبه راهي هنا. ايه وين تسكن؟ انا نسكن غير هنا باطيمات هذو اللي قدامك هنا. ايه هذه الدويره العشبه راهي غير تم قدام داركم. ايه روحوا لتم تلقاوها غير هنا. تسمع في الرونبوان. ايه راني فهمتك يا مدام، راني فهمتك. بارك الله فيك. هذه محسوب غير هكذاك للفال. بارك للفال والله غير تديهم. والله غير تديهم. الحمد لله كيرك بخير والخطره خلا ان شاء الله. هذا ما فهم فيها والو هذا. ايه على كل حال تعاود ترجع عبد الله. الحاجه اللي راه محيرتني فيك علاه ما تشوفش لي ماتش؟ اما كي نشوف في ماتش هكذاك فورتا عبد الله تقول راك تشوف بلاي ستيشن. شو لي جوال عقليه استاد معمر التيرم يا ودي حاجه واحده اخرى. والبروبليم يا عبد الله سيك ليكيب اللي كانت ترسوي فيه خاسره في بلادها من الجمهور. عباك شنو يا وحب جاي مع ليكيب تاعو عباك يسيبورتي في ليكيب تاعو للدقيقه التاليه لحتى ايغاليزات. والحاجه اللي محيرتني مره رفده بيبي في الاستاد وتفرج ما كان لا عنف لا مشاكل لا حاجه. وعلى بالك الكارديا هذاك تقولوا كات سبحان الله العظيم شوي ما 90 يجبدها ما الفم سبع يجبدها يا عبد الله. ويدخل لهم واحد الجوار تخلى لا ديرني المينوت. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. صفر الله منكم. استغفر الله العظيم. واش هم يا عمر خير بك يا عبد الله يا وليدي؟ سعد طار قطي طير. وش بيضحك وش بيضحك؟ عندك بوكلة وكبير و... نوض نوض شجي نوض نوض قال لك نوض غير نوض هذي وش بيها؟ لحش ملاح يزع من تيجك عمرو قعد معك. كيف طار يا عمر وش بيه؟ راح يا عبد الله. راح مرة راح سعد خلاص ما يوليش داره مريض. مريض مريض راه مكسر في الفراش ما نحكي لكش. حالته ما تعجبش خلاص وزيد محبحب قاع قطي حبحب والله غير شغل دوك نضربك نبلاطي لك وجهك. شو الضحك هذا تاعك هذا؟ بنادم خارج من عقله وانت تضحك هي عندك خدمه كبيره انت هذا. عارف كيف راح يتربى هذا البنادم هذا؟ تحسبني راني في راحه انا ولا؟ انت عندك طفل محبحب وانا عندي طفل محشحش. ها هو كاش ما جريتو عليك كاش ما لقيتو الودوه كيف راح يديرو؟ زعما رحت انا والساسي داني عند واحد المره يقولوا لها زوينه قال لك الداوي وما نعرفوهاش فهمت. قلت لها واحد الحشيشه فهمت. حشيشه اي هاي يديه انا واش الله لي به هذا 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 ديرو تيزانه انت هذا. وقلت لي كيفاه ومنين راح تجيب هذوك هذه منين راح تدور عليها كيف راح تدير؟ وهذ الحشيشه ما نعرفوها وانا راح نصيبها انا. كيف راح تدير لها هذه الحشيشه هذه منين راح تدبرها؟ مانيش لاقي روحي خلاص يا عبد الله يا وليدي. الطفل راهو في الممات فهمت؟ مكسل بيتي نازع ينقلب منه وينقلب منه ينقلب الله يجعل الخير وهذا ما كان. مفعيلو. إذا عبد الله؟ قلت لك المؤمن ينصاب ما تعرفش البلا ما تعرف وين يجي. ربي شافيه إن شاء الله. تحيرش روحك ماكش وحدك يا عمي عمر هنا كاينين رجال. هاو حشيشه درك. دوك ينطلق يشوف على ربي يدور هاكل. قرنيه بقرنيه حتى يجيب لك الحشيشه هذه العشيه تكون عندك. وش بيك هذا؟ هلا يا عبد الله اي حاجه تبعثني انا غير انا في كلش انا ما ترشتها. يا راه يقول حشيشه ما فهمي تاعك واش دخلني انا. يا عبد الله راك تحلب مور الطاش مع هذاك فهمت؟ هذه الحومه قاعد تتجند بين القوي الحشيشه وما نعرف. يا ربي يا ربي واحد كيولي بابات وعنده طفل تعرف مسؤوليه كبيره. لا حول ولا قوه الا بالله. بركتش يا عبد الله بركتش.
والله غير راك قسمت لي قلبي يا عمي عمر. والله غير شوف ماما انا ما نقدرش نخليها يروح وحده. ديك الوان تكلي عليها انا هذا اذا راه عطلت بلا مخ مخ راه هنا لازم نروح معاها انايا وان شاء الله نجريو عليها وما تحيرش روحك خلاص غير الحشيشه اللي جايبينها لسعد. سعد هذا راه خونا وحبيبنا واللي في القلب في القلب. واش نقول لكم كثر خيركم وهذا مكان هذاك راه اخوكم راه مريض اللي تخبوا عليه. سبحان الله العظيم يعني الناس الملاح والرايحه وترقلك وناس اخرى رايحه وتعرض. البرك وصلت تحتها كريطه وين على بالي انا مع بنتي نوانس فيها ما على بالي بوالو. بابا سعد راه كلمه بول على جال وليده قال واحد الشوافه قالت له باش نداوي وليدك لازم تجيب لي واحد الحشيشه ياسوا عليها زوج حراس فهمت انا. بابا ما تقول لي والو عندنا اللي نروح نجيب هاد العشبه. انت سكتي انت رقدي ما قلتيش بلي راكي مريضه واش حبيتي الدكتور اللي راجل انا في الدار. بابا حاجه كيما هادي ما فيهاش راجل ولا مراه. سعد مسكين راه مريض ولازم نعاونوه هذا واجب. واذا مت بنتك تدخل في التاريخ. دخلي في الجغرافيا ماشي في التاريخ. اسمعي هاد الامورات راهم بعد عليك لازم راجل هو اللي يديرهم فهمتي. هي رقدي رقدي. اسمعي سامية بنتي هادي ماشي حاجه سهله لازم تخمم مليح. بابا على بالكم بلي نحبكم وغير انا اللي نجيب له هاد العشبه. تم 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 تقلقوش دوك هادي ماشي مخبوطه هادي دوك انا عندي رومبو في الدار وما على باليش. يا راجل الخير مليح. واش من الخير يا مراه لو كان كاش ما يصرى لها على جال هذاك القط حشان نعمه. يا اخي تعرفين هنا ما نحبش القطوط ما نحبش القطوط. ما يصرى لها والو تروح وتجي لاباس عليها. ما تقوليش ما ديتوش للطبيب. يا ودي جا واحد الطبيب عمري ما شكاليتي كيما هذاك. انا عمو انا هنا غير انا اللي نروح نجيب لك حشيشه ساعد. يا بنتي خاصك غير المطرح لو كان جبتيها معاك. كيف تحبتي بالبيجامه؟ كلش كلش غير سعد ودي ما يحب حبش. انا نروح عمو نروح. واش بيا الطفله هذه هابطه بلا توني تعرقد وماشطه شعرها بالمحارق خي لاباس. عمو نروح انا هنا لي زوم. كيفاش لي زوم هذو ما كي تشوفي زوج رجال قدامك ما عمرنا لك عينيك. ياك رانا رايحين انا وعبد الله وتفهمنا لا تروحي انت. ها ملا نجي هي هذه ماهيش سوق تاع نساء احنا الرجاله رايحين نروحو انت روحي كملي رقدي. نجي يا اخي لاباس. نجي اسمعي لكم فهموا دوك يا ودي نجي. سامي يا بنتي انت طلعي روحي بدلي البيجاما تاعك ومن بعد روحي تروحي معاها. عمو قولهم قولهم لي نروح قولهم اي قولهم زيد دوك انا نقول لهم دقيقه نطلع نهبط نلبس ونروح. روحي بنتي روحي من جايه روحي. هذه مرت وليدي هذه والله غير راك غايضني يا عمي عمر. شوف يعني حضرك ربي حتى لهكت بالجيل هذا وراها الحايك وسروال الزنقة وسروال التستيفة وفهمت بحرمة الفتول يا أخي يا بصح المهم انتم ادوها معاكم هاي جارتنا واش دير. والله غير عليه وجهك برك ديجا انا وعندي بروبليم ولي وعندي زوج. بالبيجاما وتخرجي هكذا تحشميش. سمعي ما ركيش طفلة صغيرة راكي مرأة. شوفي لي ادخلي الدار. يا بابا خلينا نفهمك دوكا كنت مع الجماعة هنايا هما عاولين باش يروحوا يجيبوا حشيشة ساعد مسكينهم مريض. ايه انت قلت لي واني مع الولاد نروح معاهم ان شاء الله بربي. واش دخلك واش راح لك؟ كاين رجال هنايا ومرة يحوسوا عليه. انت يا مرأة بابا واش تعرف على بنتك فحلة؟ اي نعرفك فحلة ومهبولة ومخبوطة انا نعرف بنتي العزيزة. بنتي العزيزة تاخذي الراي يا بو يا بو خليني نروح في وجه ربي خليني نروح. يا بو مسكي سعد راه مريض الفوقة ولازم له هذه الحشيشة. يا ربي يا ربي استحاوز ترادو واش نطلب من عند الرب مولانا يا ربي. يا بو يا بو نسك منك حوايجك. اشتري لي هذا اشتري لي هذا.
زر معجون وقرعه ما ديهم معاك. ما تجوعي لوجه لوجه يما بات لي فيا غير شويه معجون بالخبز ما تسحقش عبد الله وحشي شي شوله كاش كاوه هكا اسمعي اش ما تسحق يا بيبي لبابك ما عنديش كوي ريفليكسي لي هيا داكو كي يخرجوا بعد نقول له ريفليكسي لي عشان ما نسمعي زربي روحي قبلني بالدراي اجل اسمعي وسيم يما انا عندي بدك علاش ما باش تزوج مع سعد عشرين ألف مصدر يا المصيبة روحي نسنا فيكم بتمنى ولا اكثر عاد عليا الكورتاج واجد واش من الكورتاج هذا اللي راح نجيبوك فيه العروس واش هتكشتي حتى وانا هذه ما عجبتكش هذه هي الكوستيم المخيره تاع البالا هذه هي الهيله هضري معاه فهمي فشلني انا تبان لي ذكر نعاود نرقد يا حشيشه احنا دركا انا رايحين نجيبوا واحد الحشيشه اسمها عشبه ايه باش ندوي بها ساعد مسكين راه مريض باش نتزوج به واش انت لك تتزوج معليش ايه ورا المشكل ما كان حتى مشكل المهم انتم راكم مسلحين رواحكم انا مسلحين ها هي المسطى وراسي راني مدوجيه بالجال يا حسره راه سيدي دي لي بروشينغ راني نقول لكم الا راكم مسلحين بالاراده والشجاعه هذه راهي قضيه انسانيه خونا راهو مريض وقرار لازمنا نجريو عليه اوكي صح اوكي هيا تفضلوا على بركه الله امشي هيا بسم الله يا امشي انا ما نروحش مع واحد لابس كيما هكذا ساميه قادري روحك ها عبد الله انا مانيش رايح انا ما يروح صاحبي ما نروحش كيف هذا نروح وحدي مالا هي خلاص مالا يخي يقول لك الغايه تبرر الوسيله يا سيدي ديريها في وجه سعد كي جا سعد بركه يمشي برك سعد والله سعديه يسلكونا بقى يروح امشي اش فيا ربي يوفقكم ربي معاكم كروني في حد الفيلم شفته كوراج برك عمي سيسي كوراج شوفوا جماعة لحظة الحقيقة راهي جات عمروا صدوركم بيان بالهواء وقدام لازم نروحوا اتفضلوا يلا نروحوا سعد عزيز عليا بزاف وعنده مكانة كبيرة في قلبي لازم نروحوا يا نروحوا انا ما عندي حتى علاقة لا مع المعزلة مع المحبة انا الواجب ناداني هاني رايح هيا روحوا هيا روحوا هاي عبد الله روح هيا روح هيا روح روح انت عبد الله ليها راسك وراسي في شاشيه واحده ولا روح حتى نروح انا هيا روح ايه روح يروح ما تخلقونيش ما تخلقونيش مشي الفوق كنتو ساعد ما ساعد وخونا ونديروا الواجب ودوكا شوفوا مليحه شوفوا تبع عمر صدرك طلع بيا راسك في خطر ساعد استعرب بيك هالقدام هاي اللي صوم يا والله انت ما تحشي ما راه خير منك يروح يروح تاع عبد الله يروح برك لا روح تاع يروح حسن سامية جو سوي فيان استنيني روح برك ما حرقتش صحيت روحوا استاذ ايوا انا راك نقعد وحديهم هذه اللي يقول لك مرغمون اخاك لا بطل يا استناوني يا بركانا تراك تخلع فينا يا ليجان هكذا ونمرض ودوا تاعي لازم تجيبهم كاش جبل بعيد تروحوا وكيفاش عبدو طرف الدنيا راهو شبيك باش اللي بلي تحبوني هكذا بس انت عبدو تحبنا تاني بيان سور خونا بيان سور كنت دوموندي منك عبسه ما تروفزنيش انا فامي لو دوار دارك عاونوا عاونوا مورا هاك مسال فامي نوم بعد خي احنا خاوة وكاش خاوة وخاوة خاوة عمر 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 قتلتوني بعمر
عمر.